الشباب الذي يجب أن يجمعنا، ولعله أيضا من مكان يحتاجها الشباب، كذلك إدارة المجلس أعضاء المجلس، وكذلك النصوص القانونية الرئاسية التي صدرت عن الأرضية الوطنية لجمال الشباب. طموحهم هدف يريدون من المجلس الأعلى تظهر لنا بشكل. نحن نستكمل بعد 6 أشهر بناء أو بناءنا التنظيمي لمجلسنا، ونحن ننتخب ونختار المشهد القيادي لهذه الهيئة التي ينتظر منها الكثير. لابد أن نستمر على نفس النهج ونفس الخطوات ونفس الفكرة التي بدأنا بها، وعيا وإصرارا على الابتعاد على ما يفشل مسارنا، وإصرارا على الابتعاد على ما من شأنه أن يرجعنا إلى سنوات إلى الوراء. لبني الجزائر يدا واحدة إن شاء الله، لبني الجزائر، الجزائر الجديدة التي تكلم عنها السيد رئيس الجمهورية. المجلس على الشباب هو حلقة وصل بين الشباب، والشباب الذي يمثل 74% تقريبا من فئة المجتمع. إن شاء الله سنخدم الشباب بما نستطيع من خلال اقتراحاتهم وأفكارهم، سنقدمها إلى رئاسة الجمهورية، ولما لا سنقدم صورة حسنة عن المجلس الأعلى للشباب، وعلى الأقل أن نكون لهم كحسن أو كمثال يقتدون به إن شاء الله.